وقبل ما احب ده بشكل مختلف. لكن واقعة احمد فراج تنطبق تماما على معز مسعود بشكل واضح، طبعا مع الفرق الكبير. يعني احمد فراج كان يعني كان واحدا من اشهر مقدمي البرامج الدينيه، الى حد انه كان بيعامل مثل الدعاه يعني، وزواج وصباح كمان يعني فنانه كبيره، يعني وضع يختلف. خلينا نسال الاستاذ محمود عطيه كلام الدكتور حسام علي هنا، بقول لك يعني لماذا تقحمون انفسكم بهذا الشكل في حياتي الشخصيه؟ ما الجرم الذي ارتكبه هو او هي؟ استاذ محمود اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير، اتفضل. والله بالنسبه لي انا لم اقحم نفسي، للجوز اتجوز وللطلق اتطلق، ما ما ما, ما تفرقش معايا يعني. ولكن انا كنت كتبت عشان برد على البعض اللي هو بيتكلم على هذه الزيجه. يعني اولا مبروك لشيري عادل، ولا نقترب منها من قريب او بعيد. حضرتك ضربت مثل بالاستاذ الراحل الكبير استاذ احمد فراج، والأمير الذي تنازل عن العرش الملك عشان يتجوز محبوبته. لا ده كان داعية ولا ده كان داعية. إذا كنا حضرتك بتقول بنعامل الأستاذ أحمد فراج عليه رحمة الله على إنه داعية، ولكنه لم يكن داعية ولم يلعب بعقول الناس. أنا عايز أعرف يعني من أنا بالنسبة لي. لا كا 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 كان يعني برنامجه الديني يقدم فيه الوعظ والنصائح، يعني ما هو احنا بنا يعني هو معز مسعود بيعمل ايه؟ ما يقدم برامج، ما لا يعني الاخ اللي انت بتتكلم يعني لا عليه يعتلي من برن، يعني ما هو بيعمل زي لا يقدم لا برامج. لا احمد فراج عليه رحمه الله ده رجل فاضل ومذيع كان اعلاميا، وبيستضيف علماء اجلاء بيفيدونا كتفسير واحاديث. اما الاخ اللي تزوج من شيري، انا بالنسبه لي انا لا اعتبره ولا امثاله بيمثلوا لي انه داعيه. داعيه عيب ايه يعني؟ بأمارة ايه يعني؟ واخد بال حضرتك؟ حتى كبيرهم عمرو خالد لا اعتبره داعيه، واخد بال حضرتك؟ فحينما يتكلم المعتز او معز ويقول معز ويصف الزوجه المسلمه للشباب، طب ما يمكن هناك شباب لديهم القدره ان هم ممكن يتقدموا لسين او صاد من البنات او من الفنانات او من الشهيرات والحاجات دي، وانت بالكلام اللي انت قلته منع قطعت عليهم السكه مثلا يعني. يبقى انت تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. يعني انت عايز تقوله ان انت ممكن تكون بخطابك منعت زيجات وفصلت بين محبين؟ طبعا. وبتعمل انت ده؟ وبتعمل انت نفس اللي انت بترفضه على الناس، انت بتحلله لنفسك. يعني هي شيري طبعا مبروك والف مبروك عليها، لكن انا ما بالنسبه له هو انا لا اعتبره بالنسبه لي انا داعيه، لا هو ولا غيره. وانا ضد هؤلاء الناس دي منذ ان صعدوا الى الساحه الاعلاميه، وده لان كان صعودهم مقصود. انت شايف جزء، وهنا طبعا يا جماعه صور الزفاف هتلاحظوا كلها من الخلف يعني اللي تم نشرها، فهنا الناس طبعا بتتكلم في احتمالين. اما الاحتمال الاول، ما هو بقى يعني خلاص طالما المسائل بتطلع للراي العام، انه تكون ملابس العروس مفتوحه من الامام يعني، فهو فضل كده، او انها تكون التقطت خلسه، يعني التقطها احد الاشخاص خلسه وهو ما كانش عاوز انها تنشر بهذا الشكل. اتفضل استاذ محمود. ممكن يكون حضرتك هو يعني فاهم ان هي من الخلف او من الامام من صوره شرعيه، يعني هو في دماغه ممكن يكون برضو من ضمن الغنى اللي بيغنيه علينا وعلى الناس ان دي مثلا الشارع بيقول من ورا، يعني تتصور من الخلف مثلا ولا حاجه يعني. انت مش عايز تفصل ده عن ظاهره الدعاه الجدد يعني؟ لا لا لا، دي ظاهره لازم تتقص، ولازم دي الناس دي تتحاسب، والفلوس اللي لموها يتحاسبوا عليها، والتبرعات اللي خدوها يتحاسبوا عليها. لما نعرف ان بيقولوا عمرو خالد سمعنا وكتب مش عارف خد من لندن قد ايه، وطلب من المملكه العربيه السعوديه مش عارف كام مليون ريال لدعم المشروع بتاعه ورفضوا، ولا الناس دي شغاله لوحدها ومفيش رقيب عليهم ولا ايه؟ ايه ده؟ وبعدين يعني انا مع كل مع تمنياتي القلبيه طبعا للممثله الصاعده، انا ما بقولش عليها فنانه لانها لم ترتقي لسه بدري عليها انها يتقال عليها فنانه. للممثلة الصاعدة ألف مبروك ليه عليها. بس فنانة ناجحة وقدمت أكثر من عمل ناجح. لا يا أستاذ وائل، أنا يعني أنا بقول أنتوا ليه بتزعلوا من الحقيقة يا إخوانا؟ يعني أجيب صغيرة زي كده وأقول عليها فنانة، وأقول على الفنانات الكبار فنانة؟
لا لا يستوي يعني الناس مع بعض لسه طيب بدري استاذ عليها. ايمن محفوظ، اخد منك بس تعقيب اخير ومن الدكتور حسام وايضا من عبيد، اتفضل استاذ ايمن. هو السؤال، هل هناك شروط شرعيه او قانونيه لاختيار زوجه للداعيه؟ لا ما حدش اتكلم عن كل شيء، الناس بتتكلم عن مفيش شروط، تناقض. مفيش شروط، ما هو الناس بتتكلم عن يعني استاذ محمود بيقول لك ده داعيه شاب يمكن ان يكون فصل بين محبين بسبب كلامه، ثم يقوم هو بتصرفات مناقضه يعني. اتفضل. ايه المعلومات المؤكده ان السيده شيري عادل ما هياش الزوجه اللي على خلق وعلى دين؟ انتوا متاكدين من الكلام ده او انتوا على يقين من ان الست دي غير مؤهله؟ لا هو الكلام مش في الزاويه دي، ازاي انه ما يقدمه من نصائح متعلقه بالزوجه المثاليه وكما يجب ان تكون تتناقض مع ده، وانه فكره وايه اللي يمنع ان الست زوجه عصريه عايشه وسطينا تكون هي برضو عندها عقل وعندها دين احنا يا جدعان ما نبصش للمظاهر، احنا مش عايشين وسط الناس دي ونعرف الست اللي جواها ايه، احنا ما دخلناش جوه قلوبهم. بتكلموا كمان استاذ ايمن على ان كيف يحدثنا عن الزواج الناجح وهذه هي الزيجه الثالثه اللي هو باب النجار مخلع، يعني ما هو الناس بتحاسب الناس بتتعامل مع الدعاه الجدد، هي ظاهره انتشرت بشكل كبير على ان فيها بعض الثقوب يعني. انا مع التعدد ولكن بشروط، واحنا ما عندناش الداتا الكامله ان احنا نقدر نقيم تجربه الاستاذ اذا كان الجواز